شيخ صالح، المسلمون وهم يتهيئون ويستعدون نعم لاستقبال ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو فريضة الحج. التفقه في هذه المناسك وأداؤها على الوجه الأكمل حتى لا يخل المسلم بهذا الركن، ماذا يجب على المسلم تجاه هذا الركن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الأيام المباركة أشهر الحج نستقبل ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. يتهيأ المسلمون في هذه الأيام لأداء هذا الركن، فعلى كل من يريد أداء هذا الركن أن يستعد له بما يتطلبه، أولا من التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح النية والقصد، وثانيا إذا كان يأتي من مسافة بعيدة فلا بد أن يكون معه ما يبلغه ذهابا وإيابا وما يغنيه عن الناس من النفقة، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا ويكون عند أسرته ما يكفيهم، والمركوب الذي يبلغه ويرده إلى أهله، والصحبة الطيبة التي يصحبها. مع التوبة إلى الله عز وجل واستقبال هذا الركن العظيم بتوبة صادقة عما حصل في الزمان الماضي، ليكون هذا الحج مطهرا له، وهذا الحج يكون هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبر في الحج أن يؤديه على المطلوب المشروع مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: خذوا عني مناسككم، ومخلصا النية لله والقصد. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فقوله أتموا معناه أدوا المناسك الشرعية في الحج والعمرة كما أمر الله جل وعلا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لله، يعني مخلصين لله النية والقصد، فلا يكون هناك رياء ولا سمعة، ولا يدخل فيه شيء من الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك يحبط العمل. ولا نقول إن هذا في وقت الحج فقط، بل يكون هذا في كل حياته حتى يلقى ربه عز وجل مخلصا له الدين، مقتديا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المبرور الذي يكفر الله به الذنوب والخطايا، ويرجع منه كيوم ولدته أمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
يعني رجع مغفورا له بريئا من الذنوب كبراءة المولود حينما يولد بريئا. فالحج كأنه ولادة جديدة للإنسان، فيستعد له ويحتسب الأجر على الله جل وعلا ويصبر ويخلص النية والعمل لله عز وجل حتى يحوز على ثواب الحج المبرور ولا يكون حجه تعبا عليه، وكذلك يكون الزاد من كسب طيب، فإن الله جل وعلا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان أناس يحجون وليس معهم نفقة ويقولون نحن المتوكلون، الله جل وعلا قال وتزودوا خذوا معكم زادا لسفركم يغنيكم عن الناس، وتنبهوا إلى زاد أعظم وهو زاد التقوى للآخرة. فهذا الحج جعله الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة على المسلمين يستجيبون لدعوة ربهم على لسان خليله إبراهيم حينما قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا هو الحج الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من صاحبه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لصالح القول والعمل آمين في الحج وفي غيره آمين. نعم، أحسن الله إليكم على هذا الاستهلال المبارك في الاستعداد لرحلة الحج.